ما أعلن من تحقيقات أولية يعني لم تضف شيئا جديدا عما هو شاع بالشارع يعني، وإنما كان هناك نوع من التصحيحات على بعض المعلومات بين عدد الطائرات، طائرة مسقطة طائرة غير مسقطة، والجهة اللي أتت منها والجهة اللي غادرت إليها، يعني هذه المعلومات اللي أعلنت يعني ما أعتقد هي تكشف عن أشياء جديدة ومهمة. مبعث الاهتمام إذا كان محلي أو عربي أو دولي، مبعث هذا الاهتمام يأتي من خطورته طبعا. يعني المنطقة الخضراء إحنا مثل ما نعرف هي منطقة مو فقط تواجد الحكومة العراقية والطاقم الحكومي، هي منطقة تواجد السفارات والممثلية العربية والدولية، فإذا كان التعاطي معها بهذه الطريقة هذا راح يخل بصورة العراق أمام المجتمع الدولي، يعني أنه العراق غير قادر على كشف تحقيق بسيط ويعني بالإمكان. يعني إحنا بعد يوم الحادث عرفنا أنه شنو طبيعة الاستهداف وشون كان شكل الاستهداف وشون كان موقع الاستهداف، إذن هذا أمر مو سهل. يعني بالتالي بالمحصلة إذا كان التعاطي بهذه السهولة مقابل هذا الاهتمام هذا راح يزعزع صورة العراق بالمحصلة. الغاية منها والوقوف من وراءها هي جهات سياسية بحتة، الغاية منها تسقيط واستهداف هيبة ومكانة وسيادة الدولة، فهي نقطة تنحسب على الحكومة العراقية. كان الغرض منها والشجاعة منها أن تكشف أمام رأي الشارع العراقي أو أمام الصحافة والإعلام وأمام المجتمع الدولي، حصلت على مساندة قوية وانتهاك لحقوق سيادة وكرامة العراق. فأعتقد هذه نقطة تحسب على السيد مصطفى الكاظمي، كان شجاعة منه أن يعلم الشعب العراقي من ويقف وراء هذه الأمور.